بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. الحمد لله الذي أمات وأحيا وأضحك وأبكى وأنزل الماء وأجرى وإنه هو رب الشعرى. أحمده سبحانه العظيم الكبير المتعالي الذي لا تعجزه ظلمات الليالي. سبحانه أرسل جبال العوالي، العظيم القديم الأزل، يغفر الذنب ويعفو الزلل، تنزه مولانا عن النقص والعلل، جبار قوي لا يكل ولا يمل، بسط الأرض بقدرته وأرسل جبل، خلق السماوات والأرض بالحق ولم تره الهمل. سبحانه هو الواحد الأحد، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، عز فارتفع وعلى فامتنع، وذل كل شيء لعظمته وخضع، وأمسك السماء ورفع، وفرش الأرض ووسع، وفجر الأنهار فأنبع، وكلم موسى فأسمع، وتجلى سبحانه للجبر تقطع. هو الغفور التواب الشكور الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب، يسبح الرعد بحمده والسحاب، والبرق والسراب، والشجر والدواب، لا إله إلا هو، سبحت له السماوات وأملاكها، والنجوم وأفلاكها، والبحار وحيتانها، والأنهار وأسماكها، تسبح له السماوات السبع والأرض من فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. حييكم بتحية الإسلام، تحيتي للجنان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشهد الله سبحانه وتعالى على محبتكم في الله، وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك وبهذا الوجوه المبارك أن يجمعنا بكم في جناته جنات النعيم إخوانا على سر متقابلين. إخواني، ما أجمل هذه المجالس التي يحبها الله سبحانه وتعالى، مجالس تطمئن لها القلوب، مجالس يحبها الله سبحانه وتعالى. فوالله لا يسعد هذا القلب إلا مع الله سبحانه وتعالى. فلا بد يا عبد الله أن تحضر بقلبك وأن تسمع بقلبك. هذه المجالس يا جماعة فضلها عظيم، أجرها عظيم، والله فيها سعادة، والله فيها الطمأنينة وفيها الراحة. لاحظوا يا اخوان، ياسر اخي يبلغ من العمر 32 سنة، من جاء على الدنيا وهو بلا سمع ولا بصر ولا كلام، لكن لاحظوا يا اخوان المبتسم. ليش؟ لعظم هذه المجالس. ياسر ما يدري ان الان جالس يذكر الله، ولكن بركة هذه المجالس، وكما قال ربي سبحانه وتعالى، اسمع وتأمل ماذا يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله أكبر، تطمئن القلوب. والله يا جماعة ما في سعادة ولا راحة إلا بهذه المجالس. هذه المجالس أحبتي في الله، والله إنها روضة من رياض الجنة. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يأتيه ضيق ويأتيه هم، وهو نبي جماعة ومؤيد الوحي يأتيه، لكن الله يعطيه العلاج. يقول الله جل وعلا وهو يخاطب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. قالوا ساحر، قالوا مجنون، قالوا كاهن، قالوا كذاب. يأتيه ضيق، وين العلاج؟ فسبح بحمد ربك وكن
من الساجدين. العلاج أحبتي في الله أن يكون هذا اللسان ذاكر الله. العلاج أن يكون هذا القلب متصل بمن خلق سبحانه وتعالى. ما أجمل أحبتي في الله هذه المجالس. ياسر منذ أن خلقها الله جل وعلا وهو بلا سمع ولا بصر ولا كلام، يعني الآن ظلام في ظلام، لكن تأمل يا جماعة شوف كيف مبتسم. وبعض الناس مديون أو قد يكون يا جماعة يعني مصاب بمرض أو مصاب بعلة، ولكن يا جماعة تجد هموم الدنيا كلها على راسه. لا أحبتي في الله، فالسعادة والله كل السعادة لما يكون هذا القلب متصل بالله سبحانه وتعالى. يقول أنا ما أشوف ولا أسمع ولا أتكلم. يقول وادعي الله. يا جماعة كيف؟ وين اللي أعطاه الله نعمة البصر؟ وين اللي أعطاه الله سبحانه وتعالى نعمة السمع؟ وين اللي أعطاه الله سبحانه وتعالى هذا اللسان ويعصي به الله سبحانه وتعالى؟ أين أنتم من قول الله سبحانه وتعالى يناديك الإنسان يا من اغتريت بصحتك، يا من اغتريت بشبابك، والله ربي قادر أن يجعلك أعمى، والله ربي قادر أن يجعلك أصم. اسمع وتأمل ماذا يقول الله جل وعلا. يخاطبك أنت أيها الإنسان، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. شو اللي غرك بربك الكريم؟ ليه قال كريم؟ 99 اسم، ايش معنى قال كريم؟ كمل الآية وتعرف أنك كريم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. من خلقك؟ من أعطاك؟ من سواك؟ إنه الله سبحانه وتعالى. أنت يا من تناظر الشاشات والقنوات أعطاك الله نعمة البصر لكي تتفكر في خلق السماوات والأرض، ولكن بعض الناس استخدم هذه النعمة في معصية الله سبحانه وتعالى. قادر ربي أن يسلب منك هذه النعمة. يا من تناظر الشاشات والقنوات، يا من يقول لي أكحل عيني، وهذه رسالة إلى كل شاب يعصي الله سبحانه وتعالى ويبارز الله في المعاصي. مسلسلات، قنوات، جوالاتنا يا جماعة امتلأت بالمقاطع المحرمة، نظر إلى يوتيوب. لو كنت أعمى هل ترى هذا؟ لا والله، الله أعطاك هذه العين حتى تفكر في مخلوقات الله. يقول الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله أكبر. وبعض الجماعة يتابعوا مسلسلات وقنوات، لكن ياسر والله يا جماعة ما صلى صلاة
إلا ويدعي بعد الصلاة إن الله يرد عليه بصره. في يوم من الأيام رحت معه، رحنا وياه مكة نعتمر، والله يا جماعة نطوف وماسكه أنا بيده اليسرى وأدعي نطوف على الكعبة، لكن ياسر يدعو بدعاء واحد فقط. والله يا جماعة سبعة أشواط، والله ما دعا إلا بدعاء واحد. اشتملنا يا جماعة سبعة أشواط، يرفع يده، والله يا جماعة دعاء واحد ما غيره. ترموش يا جماعة يريد أن ينظر، والله يا جماعة سبعة أشواط هو رافع يده كذا يقول، والله يا جماعة يتمنى إيش؟ يتمنى نعمة البصر، يتمنى أن ينظر. وكم من الناس أحبتي في الله أعطاها الله هذه النعم ولكن ما شكر الله سبحانه وتعالى. ياسر له أمنية يتمناها، لطالما أحبتي في الله يتمنى هذه الأمنية، ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق هذه أمنيته في الجنة، لأن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يقول من فقد حبيبتيه فصبر عوضته الجنة. والله يا جماعة ياسر يتمنى أن ينظر إلى أمه، ياسر يا جماعة يبكي، والله يجي على أمي الوالدة ويتأمل في وجهها يا جماعة، ويتأمل في ملامح يده، ثم تزل دمعته. ليش؟ يقول يا أمه ودي أشوف وش مرة واحدة بس، يتمنى نظرة واحدة إلى أمه فقط. وأنت يا عبد الله يا من أعطاك الله سبحانه وتعالى هذه النعم، كيف علاقتك مع أمك؟ كم منا أحبتي من الله من يعق أمه؟ ياسر يتمنى عينيه من أجل أن يرى إلى أمه ولو نظرة واحدة. وكم من الشباب يعق في أمه، كم الآن نسمع في عقوق الوالدين. لذلك أحبتي في الله لابد أن نقف مع أنفسنا وأن نحاسب هذه النفس، فوالله الذي لا إله إلا هو أن ربي سبحانه وتعالى يا عبد الله والله قادر عليك، والله إن ربي سبحانه وتعالى غني عني وعنك، ولكن أنت بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أحبتي في الله والله أنعم علينا بنعم، لكن صدق ربي لما قال وقليل من عباد الشكور، قليل الذين هم يشكرون النعم الله سبحانه وتعالى، قليل الذين أحبتي في الله يشكرون هذه النعم التي أعطانا الله سبحانه وتعالى. ياسر يا جماعة ما يشوف ولا يسمع ولا يتكلم، ولكن من المحافظين على الصلوات. ياسر يا جماعة يصلي ومحافظ على الصلاة، والله يا جماعة ما ترك الصلاة، عنده همة عالية. يجي ياسر يوم كان عمره تقريبا 16 أو 17 سنة إلى الوالدة ويشوفها تصلي، تسوي حركات ما يظن حسنها حركات رياضية، جماعة سبحان الله ما يدري أنه في صلاة. ياسر يدري
أن الله أرسل رسل؟ يدري يا جماعة؟ ما يدري. معذور مو معذور؟ معذور، لأنه من خلق يا جماعة لم جعل الدنيا وما يشوف ولا يسمع يتكلم، ما يدري أن فيها أكثر أنبياء، ما يدري أن الله أنزل القرآن، ما يدري أن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا 5 صلوات في اليوم والليلة. وأنت يا من تمام على الصلوات، أنت يا من تمام على الفجر، ياسر يجي على أمي يجي وتصلي. طبعاً ياسر يا جماعة التواصل معه عن طريق يديه بس، لأن البصر مغلق والسمع عنده مغلق واللسان يتكلم مربوط. ثم يجي على والده يا جماعة يمسكها يقول شنو هذا؟ تقول هذه صلاة. ليش؟ تقول اللي فوق. سبحان الله، غريزة الإنسان يا جماعة يدري أن هناك إيش رب، يدري في إله، وهذه غريزة يخاف النفس. ولكن هذه يا أخوان لها موقف عجيب، يوم عشى بس فوق شاهد وتعلم أمي الصلاة، تقول مثلا الفجر، مثلا لقيت الفجر شو أقول له؟ كذا إيش معناها يعني؟ يعني الفجر كذا، مثلا الظهر، العصر، المغرب 3، العشاء 4، وصليه حركات، ما يقرأ لا فاتحة ولا يقرأ شيء يا جماعة، مع ذلك يصلي والله ما ترك الصلاة أبدا، ويصلي الفجر. وأنت يا عبد الله كيف حالك مع الصلوات؟ كيف حالك مع هذه الفريضة التي أوجبها الله علينا من فوق 7 سماوات؟ وللأسف كثير من الناس من يتأخر على الصلوات ويجمع الصلوات وينام عن الصلوات، والله أعطاه هذه النعم. ياسر يصوم ما يترك الصيام. ياسر يا جماعة يعني فضل الله سبحانه وتعالى ذكي يميز يعرف، كان يجي على أمي. يعني أكثر الله يا جماعة من عانت مع ياسر هي الوالدة، ادعوا لها يا جماعة، ادعوا لها أن الله يشفيها ويعافيها. شال يا جماعة كان يجي يقول ليش إشارة، طبعا لكن أنا أقول لكم عندكم أنتم أيام في السنة البرنامج تغير، وإن إشارة إيش شهر رمضان، يعني أول في غداء في فطور في قهوة العصر نشرب ماء، الحين لا شوك مرة. ليش؟ فتقول لأمي صيام من نصلي كذا يعني إيش الفجر إلى كذا المغرب، لا ما ذاك شيء. فعند الإفطار يكون جالس جنبي أو جنب الوالد أو أحد إخواني أو أمي، فنأشر له يعني حركة نقول خلاص أفطر الحين بأذن. الشاهد في يوم من الأيام، وهذه رسالة إلى كل من يعصي الله في الخلوات، رسالة إلى كل من جعل الله أهون الناظرين إليه. ياسر قال خلاص بصوم معكم. الله يا جماعة يصوم أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، يوم من الأيام كان نائم ما تسحر معنا، كان نايم. بعد الفجر بعد الصلاة جينا في الغرفة، وإذا ياسر يا أخوان داخل الغرفة سكر الباب متغطي بالبانيتين وقاعد يأكل، يعني موقف فيه من الطرف لكن فيه شيء من العبرة، قاعد يأكل. نرفع عنا الغطاء وإذا ياسر يا أخوان قاعد يأكل. تسأل الأمي ليش تأكل؟ شو يقول يا جماعة؟ يأشر بأصبع فوق يقول عشان اللي فوق ما يشوفني، يأشر بأصبع فوق يلنا في الإله، لكن يقول عشان اللي فوق ما يشوفني. ياسر كان عنده نظرة قاصرة، طبعا ان اذا تغطى بطانية الله ما يشوفه، وما ينام يا جماعة لان ياسر ما سمع القرآن ولا قرأ القرآن، ما يدري ان الله من اسماءه ايش العليم. ياسر ما يدري ان الله من اسماءه السميع الرقيب الخبير، لكن انت تدري ان الله من اسماءه الرقيب، لكن تعصيه في الخلوات. انت تدري ان الله من اسمائه العليم وتعصيه، تدري ان الله من اسمائه الخبير وتعصيه. لو الان ذكر ياسر موقف يا جماعه، موقف قديم يذكره الى الان. شوف الان شو يسوي لما ذكر موقف يا اخوان. شوف
شوف يا اخوان تعمل ضحك، ليش ضحك؟ ها؟ يعني كأن لسان حاله يقول كيف انا كنت اول اختبي الا من الله سبحانه وتعالى. هنا ياسر يضحك يا جماعه نفسه الان بعد 16 سنه يقول يعني ليش اتغطى اول؟ يعني ما يشوفني؟ يضحك على نفسه، لكن الوالد جزاه الله خير وانا علمته قلت له حط دونك تغطى، حط دونك تجيب اي شيء ترى الله يشوفك. ومن هذا اليوم يقعد عيد كل في الحضور عيدكم الله يوفقكم. يقول شوف يا اخوان ياسر والله يحس يا اخوان براحه عجيبه. مبسوط جماعه لان هذه مجالس عظيمه مو بس لك ولي انا لا حتى هو. يقول انتم كلكم زين، يقول لكم اجلسوا. ياسر يدعي لكم يا جماعه جميعا. ادعوا له يا جماعه ان الله يرزق الزوج الصالح اللي تقبل فيه. الشاهد يا جماعه انا وانت كم نعس الله في الخلوات، كم منا من جعل الله اهون الناظرين اليه. اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى، تامل ماذا يقول الله يا من تعس الله. القضيه يا جماعه ما هي قضيه جوالات وحاطين ارقام سريه في جوالاتنا وحاطين رموز حماية في جوالاتنا، لا لا يا حبيبي، هذه سريه صح لكنها سريه على من؟ على الناس. والله انها ليست سريه على رب الناس سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله. اللي في صدره الله يعلم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. ثم يقول ربي سبحانه وتعالى أبشر بالخير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. الله أكبر، أي عمل خير سويته في الدنيا والله تلقاه يوم القيامة، والله تلقاه حاضر يوم القيامة ويشرق وجهك. جلوسك الآن تسمع كلام الله والله تجده يوم القيامة، لأن الله يقول سوف تجد، يعني سوف نجد جميعا يوم القيامة. صليت اليوم العشاء أبشر، تصدقت اليوم أبشر، بريت في يومك اليوم أبشر يوم القيامة. ولكن ننتبه اللي بعدها يا جماعة. وما عملت من سوء، أي عمل سوء، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. الله أكبر، أي عمل سوء سويته أتمنى أن بينك وبين يوم القيامة إيش؟ أمدا بعيدا. اللي حاط مقاطع محرمة في جواله والله العظيم أتمنى أن بينك وبين هذا الجوال يوم القيامة أمدا بعيدا. اللي يدخن وحاط دخان في جيبه، يا فلان اترك الدخان، يقول ما أقدر، لكن والله يوم القيامة تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. اللي يكلم بنت يقول ما أقدر، يوم الأيام طلع معاي شاب من الشباب في أحد المقاهي، طلع معاي هذا الشاب والله يا جماعة يبي الخير يبي التوبة، قال والله ودي أتوب. قلت شو يمنعك من التوبة؟ قال والله إن لي علاقة مع بنت أكثر من 4 سنوات وتعلق قلبي، يقول ما أقدر، حاولت مرة مرتين يقول ما قدرت. قلت لا راح يجي يوم من الايام تتركها. قال الله يبشرك بخير، متى؟ قلت يقول الله سبحانه وتعالى وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. الله يحذرك يا عبد الله، الله يحذرك تجي يوم القيامه ولك علاقه محرمه مع بنت. الله يحذرك يوم القيامة أن تأتيه
وكان في جيبه يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. اللي يدخن يقول يوم القيامة يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. اللي له علاقة مع شاب وما قدرك الشاب والله يوم القيامة يا ليت بيني وبينك إيش بعد المشرقين فبئس القرين. ولكن صدق ربي لما قال وحيل بينهم وبين ما يشتهون. خلاص انتهى. لذلك احبتي في الله لابد ان نراقب الله سبحانه وتعالى، لابد ان نراقب الله في خلواتنا، وان الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء سبحانه وتعالى. وكم منا من قل حياءه وادبه مع الله سبحانه وتعالى في الخلوات. اسمع الى هذه القصه. احد المشايخ يقول دخلت في يوم من الايام الى مسجد، يقول وفي شاب دخل المسجد، يقول شكيت انه عقله معه انه مجنون عليه تصرفات غريبه، لكن الى الان شك. يقول في الصلاه صلى بجانبي هذا الشاب وايقنت انه مجنون عقله مو معه، يقول يثق في صلاته يعمل في صلاته، لكن يقول هذا الشاب والله اعطاني درس ما انساه. مجنون يا جماعه مرفوع عن القلم ما يحاسب يوم القيامه. يقول والله في السجود يقول جنبي وهذا المجنون درون شو يقول يا اخوان شو يقول في السجود؟ مجنون انا وانت ماذا نقول؟ يقول هذا المجنون في سجوده اللهم استر ما مضى واغفر ما بقى. مجنون يا جماعه يقول اللهم استر ما مضى واغفر ما بقي. فكم عندنا يا جماعه من الذنوب والمعاصي والخلوات، كم في القلوب من خلوات، كم في القلوب من ملفات سريه ابو حنان ما يشوفها، ابو خالد ما يشوفها، ابو مصعب ما يشوفها، لكن الله يراها. لا تجعل الله ينظر في قلبك وفي شهوات خفيه، لا تجعل الله ينظر في قلبك وهو متعلق بغيره. ترى الله يغار يا جماعه، والله ان ربي يغار ان هذا القلب يتعلق بغيره. كم من الشباب تعلق قلبه باغنيه، كم من الشباب تعلق قلبه بامرد، كم من الشباب تعلق قلبه بالشهوات، كم منهم يا جماعه تعلق بهذه الذوق المعاصي. وبعضهم يقول تكفى يا شيخ راسلني على الواتساب، يقول تكفى يا شيخ انا والله العظيم امس، يقول كذا امس اختليت مع نفسي وفعلت العاده السريه. قلت يا اخي نبي نخلص يا جماعه من اليوم، نبي نخلص من قضيه اختليت مع نفسي، هذه كلمه خاطئه. اذا اين الله؟ كل واحد يقول انا والله امس اختليت مع نفسي، وين الله سبحانه وتعالى؟ كيف مع نفسك؟ كيف مع نفسك يا عبد الله؟ ويسمونها بالعاده السريه، سريه على الناس لكنها ليست سريه على الله سبحانه وتعالى. فكيف تسمح لنفسك ان تفعل هذه العاده السيئه لانها ليست سريه؟ كم منا يا جماعه من تعلق قلب الشهوات، يقول انا ما اخشى في صلاتي، يقول انا ما احس بالايمان لان هذا القلب تعلق بالشهوات وبالذات. والله يا جماعه انها مصيبه، فعلينا ان نطهر قلوبنا. طهر قلبك من الملفات السريه. كل شخص يعاني من هذه الملفات السريه اليوم يا اخي استجب لله، مرغ وجهك في التراب لله، قل يا رب يا رب فكني من هذه الملفات السريه. لان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول والذي نفسي بيده، اسمع، يقول والذي نفسي بيده ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه
حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، حتى ما يكون بين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. الله يا جماعة، هل الله سبحانه وتعالى يظلم أحد؟ لا. الله يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بين عبادي محرما، قال فلا تظالموا. إذا كيف شخص يعمل طول حياته بعمل الجنة حتى قبل لا يموت يسبق عليه الكتاب فيعمل بأهل النار؟ قال العلماء فيما يظهر للناس إنه عمل من أعمال الجنة، لكن المشكلة يا جماعة القلب فيه خلوات، لكن المشكلة القلب تعلق بغير الله، لكن مشكلة القلب يا جماعة فيه ملفات سرية، فعلينا أن ننظف هذه القلوب من الملفات السرية، وأن نراقب الله سبحانه وتعالى، وأن نعلم أن الله ما يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. أنا وأنت حالة في الخلوات على حالين، إما ناجح وإما غاسق. أنا وأنت والله على حالين، إما ناجح وإما غاسق. كم منا من رسب في الخلوات، كم منا من سقط في الخلوات. واسمع هذه القصة، لما أتى عبد الله بن عمر إلى راعي غنم، فأتى إلى هذا الراعي وقال لهذا الراعي بعني من هذه الشياة. قال هذا الراعي أنا عبد مملوك مؤتمن وهذه ليست ملكي، كيف أبيعك منها؟ قال عبد الله بن عمر ويختبر إيمان هذا الرجل وهذا الراعي، قال قل لصاحبها أنك لها الذئب والأغنام معرضة للسباع والذئاب. فقال هذا الراعي كلمة ليتنا قلناها احنا في الخلوات، قال الراعي كلمة ليتنا قلناها وحنا أمام المسلسلات والقنوات، هذا الراعي قال كلمة ليتنا قلناها وحنا نعصي رب الأرض والسماوات. قال هذا الراعي قلب امتلأ بالخوف من الله سبحانه وتعالى، قال هذا الراعي فماذا أقول لله، عن المخلوقين وبارزتني بالمعاصي وأنا عليك من الشاهدين، أجعلتني من أهون الناظرين إليك فماذا تقول لله؟ فعبد الله بن عمر اعتق هذا الرجل هذا الراعي وقال له كلمة اعتقتك في الدنيا أسأل الله أن تعتقك يوم القيامة. فإلى من يدخن؟ ياسر الآن يوجه رسالة إلى كل مدخن. هل مر عليك في يوم من الأيام أو جاء في بالك أن يجيك شخص جاءك مطوع وقال لك أدخن، جاءك أبو حنان قال أدخن، لكن هل جاء في بالك أن يجيك شخص ما يشوف ولا يسمع ولا يتكلم إنه ينصح على التدخين؟ أنا يا أخوان أتكلم حتى شو ماشي أقول له. أنا في ناس خلول واجد عطل عين صحيح كلم لكم جميعا شو يا أخوان شو يقول؟ يقول جيب الدخان، يقول عند دخان يجيبه هنا اللي بروح دخان يجيبه. خلي شغل آخر كلمة اللي معه الدخان
يا اخواني جيب ياسر يا اخواني انصح المدخنين يقول ليش لا تدخن يقول يقول فوق شوف يا اخواني يقول الله يشوفكم يقول كسر الدخان يقول شوف يا اخواني ياسر يتكلم بحرقه والله يا جماعه يتكلم بحرقه يقول ليه يعني كان يقول ليش دخن اللي معه دخان يا اخوان يجيبه يتركه لله جل وعلا يدعي لعل الله ان يرحمه الله يدعي ويدعي لك ياسر يا اخوان ياسر عطاني الدعاء ياسر يا جماعه من ذا خلقه الله الى الان لم يفعل ذنب واحد لان مصادر الذنوب العين ياسر ما نمر في المسلسل ياسر ما نمر كح العين بامرد العلم ياسر ما نمر سمع اغاني ياسر ولا مره يا جماعه سمع الاذان ما يسمع حي على الصلاه حي على الفلاح قبل يصلي وانت يا من تسمع حي على الصلاه حي على الفلاح لماذا لا تجيب منادي الله؟ تدري ليش؟ الجواب في القرآن يا جماعة يقول الله سبحانه وتعالى واسمع وتأمل لا نستغرب يا جماعة لما يصلي يسمع يا صاحب ما نستغرب منه الله جل وعلا يقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها قال الله عنهم أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون تكبير يا أخوان بشرب الآن جانا أول باكت تكبير يا الحبيب ربنا يبارك الله يوفقك ياسر هذا إجابة الدخان إذنك يا الله الله أكبر الله ادعي لك يا شيخ أبشر بالخير أبشر بالخير يا جماعة ياسر يا جماعة ما سمع الأغاني ولكن الآن بخليه يصحي الأغاني ياسر في هنا ناس وجابوا بيننا بإذن الله لأن هذه إخوان الأغاني مصيبة والله هي اللي حالت بيننا وبين التوبة والله أن هذه الأغاني حالت بيننا وبين الخشوع والصلوات تكبير يا جماعة الله أكبر أبشر بالخير يا شيخ أبشر بالخير الله جل وعلا والله ربي يعوض خير من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه أبشر بالخير الله يراه وخلي يا إخوان ياسر ياسر شوف يا إخوان ياسر مبسوط ياسر يا إخوان والله يا إخوان أحب الأعمال إلى الله أن تدخل صدق المسلم ياسر يا جماعة ما يشوف ما يسمع يتكلم وده أن يخدم الدين ياسر يا جماعة ما يشوف ولا يسمع ولا يتكلم لكن ما وقف عن خدمة هذا الدين العظيم فكم منا من أعطاه الله هذه النعم يتقاعس على الدعوة يتقاعس يتقدم خطوة لله سبحانه وتعالى ياسر يا جماعة يبي يقدم لو شيء بسيط ياسر راح معي الرياض راح معي للرص راح معي القصيم كل ما أقول رحلة دعوية يروح معي على طول يبي يقدم شيء للدين يبي يقدم شيء للدين يا جماعة فأنا بإذن الله أقول إن هذه الليلة مباركة يا جماعة الآن أمطار وخير وبركة أسأل الله أن يجعلها أمطار رحمة أسأل الله أن يفتح على قلبي وقلوبكم يا جماعة فهذه الليلة نريدها لله سبحانه وتعالى الآن ياسر بينصح اللي يسمع الأغاني هنا في ناس يسمعون الأغاني هذه الشرطان انصح كلكم يقول جميعا أغاني هذه شرطان يا أخوان الله زعلان يقول الله يقول الله يقول تصلي ليش حرام عليكم بس أغاني الله أكبر الآن المشهد ياخذ الآن ياسر يا أخوان يقدم نصيحة إلى كل من يستمع الأغاني والمنكرات ياسر يقول جيب الشرطان اللي عنده شيخ في الصيام الجماعة جيبه وادخل صلاة على قلب ياسر الله يا أخوان قد يكون مستجابا نعم والله يا جماعة والله يدعي لك
زين الآن ياسر الآن يبي ينصح اللي ينام عن صلاة الفجر. في هنا بعض الناس والشباب والشيبان الفجر ركعتين ينام ما يصلي. انصح انصح يقول انت تنام ركعتين الفجر لا تنام لا يقول قوم يقول حاول تقوم تصلي. الله اكبر يقول ترى ادعيكم كلكم يقول ياسر يقول ادعيكم كلكم ياسر يا اخوان والله صراحه اليوم شوفوا حين وصلت اي والله واسال الله سبحانه وتعالى نعم الشباب واقفين الله أكبر تكبير يا إخوان الله أكبر الآن جانا أورك لحد الشباب أسأل الله جل وعلا أن يفتح على قلبه أسأل الله أن يتساك خير الآن في واحد جاب نبي الله حد يقوم لا حد يتحرك يا إخوان يا إخوان اللي معه دخان معه منكرات يجيبه الآن والله فرصة يجمع الآن خير وأمطار رحمة الله يجزاك خير يا شيخ خفت اجيب هنا ياسر خليه يشوف ياسر يا جماعة ما قد مر عليه أورك كم يعرف بعد ياسر في حياتي يا إخوان ما سمع عن هذا الله تبارك السين ترى واحدة بعشرة هذه زي الله أكبر هكذا يمكن شيخ كم سعرها هذه؟ 3000 ريال الله المستعان الله أكبر الله تكبير الله أكبر أنا لا يحمي الله أكبر يا أخوان أسأل الله أن ينسي خير الجزاء وأسأل الله سبحانه وتعالى أسأل الله جل وعلا لصاحب هذا الأرك أسأل الله أن يفتح على قلبك وأسأل الله أن يوفقه أن يحقق كل ما تمناه والله يا جماعة مصايب يقول كلكم أثبتكم شوف يا أخي ياسر مو بخيل ما دعك صاحب الأرك يقول لكم جميعا ياسر يدعيكم جميعا يا أخوان إلى الآن باقي مواقف عن ياسر أنت يا من أعطاك الله نعمة البصر ياسر في يوم الأيام طبعا ياسر يا إخوان وراح يكون مقطع في آخر عشان الكاميرا زين ياسر يا إخوان أعطاه الله موهبة النجارة اللقاء عن ياسر وهو يسوي توصيل الكهرباء أغراضة وأشغالة يعني الكهرباء أي شيء يسوي هذا السين الشاهد يا جماعة ويوم الأيام كان الغطاء حق الصرف الصحي مكسور فياسر ما يدري المكسور هاك اليوم حطينا احنا غطاء عادي لكن جو طيب اخواني اسلام وشالوه والله يا جماعة هو يمشي ما يدري وهو يطيح داخل بركة الصرف الصحي والله يا جماعة طاح داخل البركة طاح الى هنا يا اخوان الى النصف طاح وطلع يا اخوان من هذه القاذورات جلكم الله والله يا اخوان يبكي يقول ليش ما علمتوني يبكي زين انت سبق الله هذه النعم تمشي بنفسك بتروح بنفسك ما حد يقودك ولا يجيبك والله ربي قادر ان يسبق هذه النعمه ولكن علينا يا جماعه ان نسخر هذا الجسد لله سبحانه وتعالى والله ان هذه الاجساد يا جماعه هي ابننا احنا والله ان هذه الاجساد ليست ملكنا بل لله سبحانه وتعالى فلا تستخدم هذه الجوارح معصية الله لا تعصي الله بنعم الله سبحانه وتعالى فوالله أحبتي في الله أن هذه الذنوب المعاصي لها خطر عظيم على القلوب بل والله خطرها ليس على مستوى الفرد نفسه بل على مستوى المجتمع كله فالذنوب يا إخوان خطيرة الذنوب الله الذي لا إله إلا هو خطيرة يا جماعة ترون أنتم تكبير يا إخوان الله أكبر عنا يا شيخ وبخلي ياسر يوم يكسر اليوم اليوم يا إخوان نبيها لله نبيها ليلة بالله دائما مبتلى قريب من الله عز وجل مطعم حلال فلذلك الآن أن تبحث عن ليش جاي هنا
أنت جاي تبحث عن زيادة الإيمان حتى يذهب عنك الإدمان، إدمان النظر، إدمان الشهوات، إدمان. الآن ممكن دعوة يا شيخ يكتبك الله من مصالح من أمة محمد. إذا أنت صادق أنا مودي أحرجك حقيقة. والله مودي أحرجك اللي معه ذنب جيبه ذاكرة ولا بسيارته يرسل مع أحد. يرسل مع أحد ما في محل ما جينا احنا والله بشهر بين بداوة. لا والله. لكن لما تيجي أنت ويجي الثاني والثالث قد تكون سبب في دفع ثاني غيرك. قد تكون أنت سبب في دفع واحد ثاني. لذلك يا اخوان خلاص وش اكثر من كذا؟ وش اكثر من كذا؟ اخوان الفرصة بين يدينا الان. الفرصة بين يدينا ان نتخلص يا اخوان من الذنوب والمعاصي. الان اذا اردت السعادة القلبية نجيب حق الاعضاء فبادر لله عز وجل. من ترك شيء لله عوضه الله خير يا شيخ. فتكفون يا شباب تكفون. نبي الجنة يا إخوان، نبي رضا الله عز وجل. الآن يقول الشيخ صلاح يقول ياسر يدعي كلنا ما ركزنا بشيء. لما كان ياسر يدعي يا إخوان سبع أشواط ليش ما دعا عند التلفزيون قال بشوف اللي بالشاشات؟ الله ليش ما قال بشوف اللي بالقنوات؟ ليش اختار البيت الحرام؟ قال أبي أشوف الكعبة، أسأل الله أن يريها الليلة بالمنام الكعبة. لا يا شيخ، هو ما يبي يشوف الكعبة. إي. لا هو دعاء واحد يبي يشوفه بيشوف أمه. لا إله إلا الله. أم ياسر يا جماعة يتمنى نظرة واحدة إلى أمه، فإذا كل من عق أمه اتق الله في أمك. يا الله. قب رجليها يا أخي اليوم. قب رجليها اليوم يا شيخ بالله سبحانه وتعالى. يلا يا شباب، قبل نختم يا شباب، اللي عنده شيء يجيبه. يلا يا اخوان الله يبارك اخوان شاب 10000 ريال جايب لنا والله هي كثير 10000 على الله عز وجل تحمل ب 10000 ذنوب تحطها ببيتك وتحطها بجوالك وتحطها بسيارك وتحطها تعصيبها رب العزه والجلال فلذلك يا اخوان زين يا ابو حنان مو شرط دخان ولا شيء اللي يا اخوان يبي يعلنها توبه لله الان يسلم على ياسر الان يجي يسلم على ياسر بس خلي ياسر يفرح لا تخلي يرجع عبر باطن لو بتائب واحد يا جماعة تكبير يا إخوان أكبر نعم يا إخوان الله أكبر أبشر بالخير يا شيخ الآن يعني يكسر أكسر الآن الآن ياسر بيكسر يا إخوان تكبير يا إخوان ها خلاص أسأل الله سبحانه وتعالى يا شيخ أن يوفقك يا ربي وأن يغفر لك ذنبك كله ها يا إخوان وين الشجعان؟ شوية أنا مو شوية. لا حد يقبل بدأ ولا تكفون. خلي أقلب المسرح. شخرة. لا 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 لا. ضربتين بس ضربتين قل. الله أكبر تكبير إخوان. الله أكبر. بس ترى ما عندنا ما شاء الله ها يا اخوان وين تايبين يقول ليش الله يقول توبوا اي والله طيب يا شباب الله اكبر يا اخوان ياسر الى الان يبي دخان يا اخوان بس خلاص خلاص يلا يا شباب لا يا اخوان المع دخان يا اخوان سمعني يا اخوان الله أكبر يا إخوان الآن الشيطان والله كأني الآن أرى إلى الشيطان وهو مهزوم وهو مخذول يا إخوان اقروا الشيطان يا جماعة وارض الرحمن سبحانه وتعالى اجعلوها اليوم ليلة مباركة اجعلوا هذه الليلة يا إخوان ليلة مباركة من ليالي الفيزية وهذا النادي مبارك ها يا إخوان من يسلم على ياسر ها من يسلم على تعالى يا شيخ سلم ياسر الله أكبر يا شباب الله يرحمه أهل النار من كلمة سوف اترك هذه الذنوب وهذه المعاصي وعش حياة سعيدة مع الله سبحانه وتعالى وين التائبين يا جماعة يقول جيبوها يقول جيبوا الأغاني ياسر يقول جيبوها يقول جيبوا الأغاني الآن زين ياسر دقيقة ياسر الآن يا أخوان ابو حنان انت فين افراد الناس اللي يفحطون؟ في مفحطين ها؟ في يا شيخ دربويه يسمونهم نعم في راعي زحف
هنا في شباب قول انصح يقول اتفحر يقول تضحك هذا يقول اتفحر ها يا اخوان هل تتوقع ان يوم من الايام ياتيك رجل ما يشوف ولا يسمع تكلم يسمع عن الدخان هذا سابقه الله جل في علاه والله يا اخوان فضيحه علينا والله انها فضيحه علينا الله اعطانا هذه النعمه العظيمه وتبخل على الله بتوبه تبخل على الله بتوبه يا عبد الله اي والله لا تبخل الله اكبر يا اخوان التكبير هذا الرجل يا اخوان شوفه يا اخوان بدل الخبيث بالسواك الحمد لله نعم شبه الخير يا شيخ السواك يا اخوان مطهر للفم مرضات الرب لكن هذا يغضب من يغضب الله سبحانه وتعالى ما في احد يا اخوان ادخل سرعة القلب ياسر يلا يا اخوان تحركت ترى هالقلوب والله يا اخوان الله اكبر تكبير ما يتصرف يا اخوان الان يا اخوان هذه ذاكره اكسر 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 ياسر يوم استكسير كسر نعم كيف يا اخوان مستاهل يا شوف يا شيخ انت زين ياسر زين بعضهم بعضهم ما يطلع ادعي له على الاقل يقول انا ادعيكم كلكم ادعيكم كلكم يقول ياسر لكن يا اخوان ياسر ادعوا له ان الله يرزقه زوجه صالحه ان تقبل فيه اي نعم الى عند الله قريب الى عند الله قريب اسال الله يا اخوان يوفقنا وياكم وادعوا للوالده الله يشفيها اي نعم الله يشفيها ويعافيها يا الله تكبير يا شباب تكبير عطى الله هذا اللسان يا اخوان ويقول انا عندي اسلوب وشبك بنات والله العظيم ان هذا اللسان نعمه اقسم بالله ان ربي سبحانه وتعالى يسالك عن هذا اللسان لا تكون عندي اسلوب وعندي وعندي ولا ذكي لا بل انتبه يا عبد الله انتبه اجعل هذا اللسان ذاكر لله سبحانه وتعالى اجعل هذا اللسان يشهدك يوم القيامه ياسر يا اخوان يتمنى يتكلم ليش؟ تمنى تكلم يا اخوان وانت تطق هذا اللسان وتكلم بنات فإلى كل من يكلم كل من يعاكس كل من يغازل اتق الله بهذا اللسان اتق الله بهذا اللسان ياسر يا اخوان يتكلم شوف يا اخوان شوف تمنى يتكلم شوف يا اخوان ما عنده غير ابتسامه ياسر ما عنده غير ابتسامه ابتسامه يا اخوان فقدها كثير من الناس بعض انا استغرب يا اخوان ايش يضحك ياسر انا والله اني استغرب انا اخوي يا جماعه والله اني استغرب ايش يضحك زي ما يشوف ولا يسمع ولا يتكلم وهذاك مبسوط ليش يا اخوان لان القلب متعلق بالله ابتسامه يا اخوان فقدناها عند كثير من الشباب كم من الشباب يكتب زهقان طفشان طفران ليش زين يشوف هل احد من يا جماعه يبيع عينه بمليون ريال لياسر لا اي نعم يقول قول لهم انا عندي عقل بعضهم يا اخوان يقول احد يقول له شوف يا اخوان شوف يا اخوان ما يبي احد يقول يقول كل الناس انه عندي عقل ما يمشون الله اكبر يا اخوان شوف كيف وبعض الناس قال الله العقل يحسن له بعضهم شوف يا اخوان مبتسم 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 يقول الحمد لله مبسوط يقول الله اكبر زين انت ليش فقدت ابتسامه وعندك عين بصر تكلم تسمع اغاني تكلم وتعاكس تفعل اللواط والزنا تشرب الخمر مخدرات مع ذلك ما ابتسمت ما ضحكت سانس ما جرب مخدرات ما جرب دخان ما شاف اغاني ما سمع اغاني ما شاف مسلسلات مع ذلك يا اخوان مبتسم ليش هذا القلب والله اذا تعلق بالله ما معك شيء من الدنيا فانت سعيد والله الذي لا اله الا هو كما قال سلف والله من فقد الله فما وجد ووالله من وجد الله ما فقد إذا الله معك معك كل شيء إذا الله ما معك والله ما معك شيء لو معك ما القارون أنا أقول رسالة إلى كل شاب إلى كل شاب اجعل هذه الليلة البداية اركب هذه السفينة نوح لما قال لابنه قال لابنه قال ابني إيش اركب معنا إيش قال هو يا جماعة قال لا سآوي إلى جبل يعصمنا من الماء فأنت لا تكون مثل ابن نوح لا تقول لا معك السفينة اركب السفينة أخوانك هنا معك يعينونك اخوانك هنا يعينونك والله ما جعل من مكان يا اخوان وافتح على مكان الا والله من اجل ان يسعدونك الا من اجل ان يوصلوك الى الجنه ما يريدون يوصلوك الى الرب سبحانه وتعالى وانا اجزم اللي تبك الاورك اسال الله ان يوفقه اسال الله ان يوفقه كل من يشاهد يدعو له يا اخوان الله يوفقه اقسم بالله هذه الرجوله والله ان الرجوله يا جماعه والشجاعه من يتغلب على معاصيه
من يتغلب على شهواته ويعوضه الله سبحانه وتعالى، والله ما ترك له شيئا عوضه الله خيرا منه. فأخي الكريم، وأنا أعزم، والآن يا أخوان اللي ترك الأغاني وترك التدخين وترك هذا الأورك، ترى فيه يجونك بعد الاستراحة قطعين الطرق. دلوا من هم؟ هم أصحاب السوء، هم أصحاب السوء، انتبه منهم. خلاص خذ أبو تميم، رقم أبو خالد، أبو حنان، تواصل معهم، انضم معهم. والله إن السعادة والراحة والطمأنينة لما صح علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. وانتبه، والله حذر كم من شاب يا أخوان وده بالخير وجاب وطلع، لكن من طلع جو قطعين الطرق وقطع عليه الطريق الموصل إلى راسه. انتبه من هؤلاء، وأنا أحذرك من هؤلاء أصحاب السوء، الصاحب ساحب، فاتخذ هؤلاء ولا زكين على الله، فهم أصحاب صالحين، أصحاب يعينك بعد الله. وأسأل الله يغفر لنا وياك.